السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اي كان كوتش يو دوت اون لاين. ده بيعمل ايه؟ ده بتختار الكارير اللي انت عايز تشتغل فيه، وهو يبدأ يديك نصايح ايه الكورسات اللي المفروض تهتم بيها، ايه الحاجات اللي انت لازم تهتم بيها، ايه المهارات اللي انت لازم تكتسبها، وهكذا. دي الخدمات اللي هو بديها لك. اونلاين كورس فاند ذا رايت كوتش، بيبدأ كارير بلان، الاسعار. طيب في ان احنا ممكن نبدأ ببلاش، تمام، وهتكتب الاسم بتاعك والايميل ورقم الواتساب وعندك كام سنة، كل المعلومات بتاعتك. وهو يبدأ يقول لك ايه المجال اللي انت عايزه، ويبدأ ان هو يطور لك المسار بتاعك. وعشان كده لازم بقى تقول له هل انت متخرج مش متخرج، هل انت عندك البيزنس بتاعك، ايه المجال اللي انت فيه، عشان ايه يقدر يديك نصيحة مخصصة لك انت مش نصايح عامة. يعني مشكلة التنمية البشرية انهم كلهم بيدوا نصايح لنفس المجموعة نفس الحاجة. فهنا انت ممكن تختار بقى، انت مثلا ايه الجامعة اللي انت فيها، الدراسة بتاعتك، اتخرجت سنة كام، ايه الدرجة بتاعتك، طب انت بتدور على ايه، فرصة ولا تعليم ولا ايه، طب ايه التخصص بتاعك، الجوب تايتل بتاعك، طب ايه الحاجة اللي انت مهتم بيها، و الحاجات دي كلها. فلما تقعد تملى الحاجات دي كلها، هو يبدأ يديك النصايح المفيدة ليك انت بس. طب الكارير باص اللي انت عايزه، عايزه بالانجليش ولا بالعربي ولا بالاتنين، ازاي سمعت عننا، اعمل البيانات دي كلها. هيبدأ يديك ويقول لك بعض الجروبات بتاعت الفيسبوك مثلا اللي ممكن تكون مفيدة ليك وهتهتم بيها وهتساعدك في الكارير بتاعك او في الشغل بتاعك.